برنامج أنوطة رياضية يعود إليكم من جديد عبر قناتكم المفضلة دائما ماسانك تي في، فأهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم بين مدينتين وجدة وكازابلانكا. صحيح أن المسافة تبعد مئات الكيلومترات بين المدينتين، لكن اليوم بالتحديد حسم لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي يقرب المسافات. خلينا في الأول نبدأ بماتش وجدة والوداد. الوداد اللي سبق وشد الرحال إلى مدينة وجدة حينما أكد وليد الرقراقي مدرب فريق الوداد مسبقا في ندوة صحفية سبقات الماتش أنه ذهب إلى هناك لحسم لقب البطولة الوطنية اليوم بالتحديد، وأنه لن يكتفي فقط بنقطة واحدة والتي تضمن للوداد حسم لقب البطولة الوطنية، وإنما يسعى لتحقيق الثلاث نقاط كاملة. للتذكير فقط أن الوداد يتصدر البطولة الوطنية قبل جولة واحدة فقط من نهاية البطولة قبل الجولة اليوم برصيد 63 نقطة في الترتيب الأول. خلينا نرجع شوية لتاريخ المواجهات المباشرة ما بين الوداد ووجدة. آخر 10 المواجهات عرفت فوز الوداد في 6 مباريات، فيما 4 الماتشات اللي بقات كلها سالت بالتعادل. والميزة اللي عرفت هذه الماتشات اللي سالت بالتعادل أنها كلها سالت 1-1. من وجدة غادي نرجعوا لكازا. ماتش الوداد وجدة مهم، لكن ننسى أن المطارد المباشر فريق الرجاء البيضاوي يستضيف اليوم العساكر وفريق الجيش الملكي. هذه المباراة التي ستعرف عودة جماهير فريق الرجاء بعد عقوبة الإيقاف، فيما فريق الجيش الملكي يسعى للفوز بقلب مدينة الدار البيضاء لضمان مقعده في إحدى المسابقات الإفريقية واللي غاب عليها العساكر لمدة طويلة جدا. الكل كيعرف أن الجيش الملكي هذا الموسم قدم مستوى لا بأس به، وهذا اللي أكيد يليق بسمعة وتاريخ العساكر. الرجل اليوم كتدخل هذا الماتش بعد إقالة الطوسي وبعد غضب وسخط الجماهير الرجوية على أداء بعض اللاعبين وعلى مستوى الرجاء بشكل خاص. البدراوي اليوم كيحاول أنه مرة أخرى يوفي بالوعود اللي قدمها للرجويين بصفة عامة. الرجاء تبقى تطارد الوداد كما قلنا في ظل أنها تستنى تعثر فريق الوداد، والجيش الملكي يسعى لخطف الثلاث نقاط من مدينة الدار البيضاء. الرجاء يدخل هذا الماتش وعنده بزاف الغيابات، الهدهودي، نغوما والوردي. إذن كل الأنظار اليوم تتجه إلى مدينتي وجدة وكازا، إلى ملعب الشرفي بمدينة وجدة وإلى ستاد نور بكازا. الكل ينتظر حسم اللقب من طرف الوداد، وجماهير الرجاء تنتظر فوز فريقها وتعثر الوداد وخسارة الوداد هناك بمدينة وجدة. كانت هذه نويطة اليوم من ماسانك تي في، نتلقاو مرة أخرى إن شاء الله. سلام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.